كوم حبيبي حبيبتي، احنا اليوم يلا فقنا في العزيب. كيف كتشوفوا هذه الحالة دي العزيب؟ حالة جميلة كطبيعة على برا، جميلة. بيوتيفول بيوتيفول بات الي كولد. أمشي طالع مع هذيك الطريقة رايح على الصباح. المهم خلي شو عندنا باش ميجيوش ليا الطوبيك لداخل. البرد 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 البرد. عشرة ونص ساعة يلا كملت الشقة، جمع العطون، طيب الفطور، بدأت بشف بكالة. تمام، هذا ماشي زبل، أما واد عضوية مزيان. هذا الطبيعة ماشي خايب، الجوع لي خايب وقلت الشي. عرض علي واحد خوضة تشرب عندو أشي، وجا عندي وقلبو مول العزيب. شربوا اتاي ضربوا الفعلان على ضربوا اتاي ماضي يا القوي السيدة. عندنا لك في عالمية فش تشار في عالمية فينا اتاي هي اتاي فين كعمر هكا يا الما كيسخن هلو زي لبيتي اللي يا البلاد شعل العواد العواد ها البراد فوق البراد هلا ديري عالمية دابا اللي دا يسطر راه غيجي عندك اي صافي اللي جاي من هنايا اللي عالمية تخاف ها هو انا ما تبغي الكره انت بغيت ايما طوموبيل كاين ودات هي لا هي طوموبيل انا كلشي كلشي يمكن كلشي يكري يمكن كلشي يكري شكون كان كانت من داجنا التاكسي اطرا انا غنضرب هاي في الطالع اطرا في الطالع هادي التكليف هذا في تيسكن ويد زعما نايرة الخطر تكلف 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 ها هو سيدي التكة ديالنا دابا هادي قال لك قهوة سميتها القهوة كالباتيسري يلا دابا تفارقنا مع السيد راهو اللي طال عمر لينا اتاي مسكين عطاني بيضة دير قهوة دابا نتحركو نجيت ورزازات هادي شحال خايبة تكتر بعقبة ما واش ساني شحال تشلال هاويلي صافي اللي يمشي عندك فما لك اليوم كنت ايام وانا كندور على هاد الجبل كنت ايام هذا هو الوحش بعد مرات كنوقف كنبقى نتأمل في
الجبال هادو حجر كبير، كتعرف راسك انك صغير لا شيء، ترى لا شيء انك يا تقول سبحان الله العظيم. فين راك خرج لعيني هذا غير زوين شي تذكر عقب زوين هذه الحياة الأصلية ديالنا، تربية المواشي الفلاحة الغرش ضاع من دم العقب التو ها نشوف هذا الأطلس الصغير شي هذا الأطلس الكبير شوف قاش والنواحي فرق شوف قاش وهذا فرق مقود الشم هذا وقال ما نكتب شوف قاش ولا الفوق هذا كيكون سير واو عشرانو احنا دابا غنخرج للوطة هذاك براج المنصور الدابي هذا محطة نور ورزازات باقي هنايا وراه هاد الكوتيات الأشغال عرضوا لي شي وحدة تغطيت معهم كي كانت الطريق الليلة ضربت النيل المرقة خيزو جبانة طاقة كاملة دايرين فيها كلشي ولكن والله هي تبنينة لا معرفت حيت انا فيا الشوي المهم دايرين قدامي يا غزات الله يضر موال متعرفش المهم هادي هي الساجيات الريح مكنتش معوان احنا خرجنا دابا في الخلا والقيفار ريحنا هنايا نستريحو واحد شوية بقى ليا 30 دابا لورزازات واخا مبغاتش تبان كاع الصباح وحنا نخبطو ها هو الخلا شي هذا هو الخلا الخلا والقيفار كاين والو واو هرمنا من اجل هذه اللحظة اخيرا الخروج طالع الوطنية روحوا يا الولاد صافي يا البنات احنا دخلنا زين ورزازات ورزازات هتشوف حداغة الحداغة
الناحية مدينة كبيرة ما فيهاش الناس فهم شطة في كاملين عامرة عليها وحقرب وصلنا لورزازات أول حاجة يخدنا العدس عدس فكرة رائعة صافي وصلنا لكوبينغ حطه هنا منين صراحة كيف المياه هنا يحسن لي خير انا هنايا شي مشي كامل بعشرين درهم في الدوش في اماكن الصابون كل شي رايق